اكيد هو الدفاع الحسن الجدي. لقاء الوداد يسقط برشيد، لاحظنا كذلك البركه اليمنى لفائده فريق النضال البركاني، تلعبت الكره الدائريه في الراسيه ومبتعزه، فرصة لفائدة فريق النهضة البركانية بواسطة اللاعب حمزة الركراكي اللي كان بإمكانه أن يوضع الكرة في شباك تنفذت بشكل مبهر. النهضة البركانية في الرتبة الرابعة، كان تنافس قوي على مستوى الصدارة، نفس الشيء بسبع على مستوى أسفل العودة لقسم الأضواء. تلعبات الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الحكم علينا الخطأ، كان خروج الحارس أمين الوعد والحكم يعلن على خطأ لفائدة فهلي وعبد الكريم باعدي. كنقول أن الأنظار كلها متجهة اليوم، خصوصا كما قلت لاعبين سابقين لفريق حسنية أكادير، وبالتالي المردود اللي تلعبت الكرة، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء ولكن فقط عند العميد محمد عزيز في الجهة اليسرى، تمت محاولة ممتازة بواسطة لاعب هذه الفرصة، فرصة فرصة الهدف الأول بواسطة لاعب عبد الله بوغنفر، هو اللي كان وراء هذا الكرة، عبد الله بوغنفر اللي كان بإمكانه أنه يوضع الكرة في شباك ديال الحارس أمين الوعد، نفذت الزاوية الرأسية، تدخل حمزة الركراكي طول شباك أمين الوعد، نفس الشيء بالنسبة للنهضة البركانية أجل زيارة مرمى المهدي الجرباوي. خطأ تدخل أمام العربي الناجي، كان تدخل من طرف لاعب المدافع بعدي ولكن كانت اقرب لزهير شوش، والحكم يعلن على الخطا واعتقد يكون انذار، اول انذار لزهير شوش. فريق حسنيه اكادير تلعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الفرنسيه، هدف بواسطه جبريل ديوب لاعب والمدافع السنغالي، يتمكن من وضع الكره في الشباك، وفرحه كبيره لجماهير فريق حسنيه اكادير بهذا الهدف اللي جا من كره ثابته استغلال على نحو جيد من وعد فكاك، حاول يسدد الكره، تلعبات الكره الراسيه خطوره دائما داخل منطقه الجزاء فرصه، والحكم كان اعلن على خطا وعلى لمسه يد على الارجنتيني والمدرب، هذه فرصه فدائما الخطوره تدخل وابعاد الكره. الحارس المهدي الجرباوي كان هجوميه، هي السرعه في تنفيذها اللي كتخلي بانه يكون هناك كثافة عددية. حكم كيعلن على خطأ، نفذ خطأ، إن مشات الكرة بعيدة على المرمى. حارس المهدي الجرباوي من طرف المدافع محمد الشيخي، في الوقت اللي الحكم كيعلن على خطأ لفائدة فريق النهضة البركانية. أعظم با لعب الكرة مباشرة، تدخل حارس المهدي الجرباوي أعظم با في الوقت اللي اعتقدت بانه يلعب الكره داخل مستطيل لعبه الجزاء الشرقي البحري، الراسيه ديال الباك كانت الراسيه ديال لعبه الكره دائريه راسيه، وتدخل الحارس المهدي الجرباوي. كان صعود ديال المدافعه فريق حسنيه اكادير، تسديده برات جانبا، كانت تبعوا الخطا، لعبه الكره دائريه، اسماعيل مقدم ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه تدخل المهدي الجرباوي في الوقت اللي الحكم غادي يرفع الكره بالفعل داخل منطقه الجزاء الراسيه، كانت الراسيه ولكن كره مرت جانبا بواسطه اللاعب الشرقي البحري، ارتقاء عندي من الجهه اليمنى عبد الكريم بعدي، العرضيه فرصه الكره مرت امام معاذ فكاك وكذلك يوسف الفحلي والشرقي البحري، اللاعب مالك فرصه حمزه افصال مالك سيسي، دائما خطوره والكره مرت جانبا، فرصه لفائده فريق حسنيه اكادير في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه، البحث على الضربات الراسيه، تلعبات الكره الراسيه ممتازه، وتدخل الحارس المهدي الجرباوي، الراسيه اعتقد ديال حمزه افصال، تمريره عرضيه، تدخل وكره في الزاويه، كان تدخل ديال محمد عزيز فريق حسنيه اكادير، تمريره من طرف لاعب عبد الله مخلفر، يوسف ميري كيتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده فريق حسنيه اكادير، وفرحه كبيره في مدرجات الملعب الكبير باكادير، جوج صفر لفائده فريق حسنيه اكادير، كره اللي تلعبت بشكل ممتاز من الجهه اليوم.